بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اللاب اللي كنا اخذناه المره اللي فاتت يا ابو حميد. معايا كده عم خالد. خالد ابو عفيفي محمد احمد. ايه يا عم مش سامع صوتك ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معاي؟ ازيك يا عم تامر منور. طيب نكمل. نعم احنا قلنا السيريال ما ينفعش، قلنا السيريال مع كلاود ما ينفعش، نوصل ايثرنت ما ينفعش سيريال خالص، لان ده بيتربط على كروت اللام بتاعتك، فمش هينفع اربط بورت سيريال على كارت اللام بتاعي. العفو حبيبي. فنوصل ده مع، طبعا ربطه على كارت اللام دلوقتي مع ايسر 1 سلاش 0. طبعا ده انا حاطه على كارت اللام زي ما انتم شايفين يا رجاله كده اهو، كارت اللام اللي هو لوكال اريا كونكشن، اقول له هات هينضاف هنا كده. المفروض ان الطبيعي 26911 ده هنا كده، والمفروض ان انا عندي هنا، انا طبعا حطيت الايبيات على الرسمه 192.168.1.200/24 على الانترفيس ده اللي اسمه ايسر 1/0 اللي هو ده. طب كلام جميل، نشغل اللاب بتاعنا. اقول له كليك يمين واقول له كونسول. طبعا زي ما حضرتك شايف كده اللاب اشتغل اهو. نيبل. لو انت قلت له شو اي بي انترفيس بريف، لو تلاحظ ان انا حطيت ايبيهات اللوب باك اهي، لو تلاحظ معايا كمان ان انا حاطط الاي بي 192.168.1.1 على ايسر 1 سلاي 0، المفروض يبقى 1200 مش 1.1 ولا حاجه، المفروض يبقى 1200. فادخل بقى كده بسرعه اقول له كونف تي واقول له انترفيس ايسر 1 سلاش 0، ونعدل بس الاي بي ادرس 192.168، والماسك بتاعي دلوقتي. لو انا عملت بنج يا تامر على 192.168.1.1 اللي هو الراوتر الحقيقي، لا لا المفروض يرد والله، يعني ايه المفروض يرد؟ طيب تاني كده شويه في انترفيس بريف 192.168.1.200. كلام جميل. تاني بينج كده ايسر 1 سلاي 0. اب اب طيب انا دلوقتي خليني اشوف حاجة كده رجالة. خليني اشوف حاجة، شوف الراوتنج تيبل بتاع الجهاز نفسه كده. راوت برنت. الغريب ان انا عملتها بعد ما خلصنا امبارح شغالة. راوت برنت اي ديستنيشن بيرمي على جيت واي 1.1. ده هو احسن متر كده زي الفل شغاله. طيب انت بقى ايه مشكلتك؟ لو احنا عملنا بني على 192.168.1.3 ده اللي هو اي بي جهازنا، يعني انا المفروض انا جهازي ده واخد اي بي 192.168.1.3. حلو قوي. المفروض ان ده مشترك معايا في نفس اللعبة، المفروض ان صاحبنا ده مشترك معايا في نفس اللعبة، فانت لو بنيت على 1.3 المفروض يرد عليك.
طيب تعالى تعالى نعمل ايه، تعالى نشيل الكلاود دي خالص ونجيب كلاود تانية. يمكن هي دي مشكلة الجي ان اس 3 ساعات بيهيس معانا في الحتة دي. اقول له يا عم البوط على اللوكال اريا كونكشن اد اوكي، وصل مانيوال، وصل هنا طيب انا لو خليت اي بي اللام بتاعنا بتاع جهازنا يعني عادي، يعني خليته هو كمان 1200 192.168.1200 ده زي ده. وحتى بيقول لك ايه في اي بي تاني you have entered in this network adapter is already assigned another، يعني هو موجود اوبتين، يعني هو حاسس الاي بي الجديد. ما تعرفش يعني ممكن تهنيجه في الكارت اللان، افصل كارت اللان واشغله ما تعرفش ايه ليه التهنيجه دي. طيب خليني اقول له واحد اشتغل اشتغل يا احمد. هتقول لك ايه المشكله؟ ما كانش في مشكله اصلا، يعني هو ما كانش في مشكله اهو معايا كده. ابو حميد معايا كده رجاله؟ الحمد لله الحمد لله ان هو ما خذلناش. يعني هي التهنيجه يا ساعات بتحصل، بضطر افصل حاجات وارجع الكلاود تاني وافصل السلك وارجع اوصل السلك تاني عشان تبدا الدنيا تشتغل، بس هو المفروض يشتغل يعني. المهم اصبح الراوتر بتاعي ده دلوقتي قادر يوصل لمين يا جماعه؟ قادر يوصل على يوصل لمين؟ للاي دي اس ال مودم. يعني ايه؟ انا خليني اجيب القلم كده واوضح. شايفين على القلم؟ خدوا بالكم انا البي سي بتاعي اهو عليه راوتر وهمي ربطته انا بكارت اللان بتاعنا. كارت اللان اوريدي واصل على اي دي اس ال مودم، الاي بي بتاعه 192.168.1.1. الراوتر ده يا جماعه اللي هو الاي دي اس ال مودم ده معمول عليه نات عشان بعد كده تطلع تركب بابليك اي بي موجود هنا، صح كده يا عم احمد؟ الناس اللي درست سي سي ان ايه. السؤال دلوقتي، هل الراوتر ده اللي هو الباك بون ده اللي هو واصل بكارت اللان الوهمي بتاعي هو فعلا قادر يشوف ده؟ لانه معاه في نفس اللان، لان انت واخد 192.168.1200 قادر يشوف اللي في نفس اللان، بس هل يقدر يطلع على النت بره؟ هل يقدر يطلع بره؟ ها حد يجاوبني. خالد ما يطلعش ليه؟ ده مين؟ ده المغازي صح؟ ايوه كده ايوه كده صحصح معايا. هو اصلا الراوتر ده لو انت رجعت للراوتر ده حضرتك اللي هو الباك بون ده، لو انت رجعت له وقلت له شو اي بي راوت، قلت له شو اي بي شو اي بي راوت ايه يا عم احمد؟ شايف الشبكات الدايركت كونكتد بس؟ يعني شايف الشبكات اللي هي 172 30 0 30 1 30 2 3 4 5 5 وشايف 10 1 24 اهي و10 1 34 و192 162 1. يعني ده لو جه يبنك بعد كده على مثلا يعني 8 8 8 8 مفيش، ما هو الاي بي ده بابليك موجود على النت، الدي ان اس بتاع جوجل مش هيشوفه اصلا. طب الحل عشان اخلي الراوتر ده يطلع على النت، الحل عشان اخلي الراوتر ده يطلع على النت تحط له ديفولت راوت فعلا زي ما المغازي قال، قول له اي بي راوت يا راوتر عايز تروح لاي شبكه في الدنيا الماسك بتاعها اي ماسك اخرج من، تقول له اخرج من الفتحه دي، تقول له ايه والافضل بقى تقول له ارمي على النكست هوب اللي هو 192.168.1.1. عايز تقول للراوتر ده عايز تروح لاي شبكه اطلع من هنا او ايه؟ بتقول او ايه؟ اي سيريال بالظبط، يا تقول له ايه سر 1 سلاش 0، يا تقول له وانا افضل الاي بي عشان يبقى محدد ويروح فين بالظبط.
عشان يبقى محدد هو هيروح فين بالظبط بدل ما يدور. 1 6 8 1 1 تعال اتفرج معايا كده مغازي، نقول له بينج كده. الله، طلع على النت الراوتر ده، طلع على النت اهو. بالظبط كل الناس تقدر تطلع بعد ما الراوتنج يكمل. بالظبط كده، يبقى الراوتر ده خلاص الحمد لله ربنا كرمه وبقى كونكتد على الانترنت. طيب على فكره لو انت دلوقتي يعني مثلا يا مغازي لو انت حبيت تخليه تقول له كونفيج مثلا، قول له مثلا بينج على google.com. طبعا مش هيبنج عليك، اسف يعني. قلت له بينج على google.com. طبعا بيقول لك ايه، ان google.com انا ما اعرفش، انت اكتب له اي بي هات، انا افهم اي بي هات. فاحنا ممكن نقول له يا راوتر لما تيجي تبنج على دومين نيم زي google.com هتروح تسال دي ان اس اسمه كذا، يعني تقول له كده كونف دي، تقول له اي بي دومين، اي بي دومين لوك اب، اي بي دومين لوك اب، وتقول له لا يا ربي كان اي بي، اي بي نيم سيرفر، يعني معاك اطلع اسال 8888 ده، وكاني بحط للراوتر دي ان اس، اقول له يا راوتر الدي ان اس بتاعك او كذا، زي ما بتحط دي ان اس للجهاز لما بتيجي تخش على google.com، ازاي الجهاز بيترجمها عن طريق انه يروح يسال دي ان اس. فانا دلوقتي لو جيت ابنج على google.com دلوقتي، نوت رانينج بينج على مثلا www. برضه الكلام مفيش كونفيج اي بي نيم سيرفر 8888 صح كده، ونقول له دو بينج على جوجل دكتور. معرفش ايه المشكلة، بس المفروض ان انا اديته النيم سيرفر. خدت بال حضرتك؟ طيب هنحلها في حصة من الحصص التانية، يمكن انا مش فاكر الكوماند، بس هو المفروض صح كده، لان لو عايزه يبنج على حاجة بالاسم يا احمد، ان انا بقول له اي بي نيم سيرفر، واقول له الدي ان اس اللي هيروح يسأله. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه يا عم احمد؟ المهم يعني نسيبنا من القصه دي، هنحلها ان شاء الله في مره من المرات. لو انا قلت له بينج على 8888 ما شاء الله شغال ويقدر يطلع على الانترنت. اتفضل. تكون كونكت بحاجه ازاي؟ اي بي ماشي. اي بي نيم سيرفر 4 8 مفيش، هو انتر. هشوفه لك انا يعني، هي نشوف الناقصه فين او الحته الناقصه فين ونظبطها ان شاء الله. بالظبط لو انا جيت بالظبط كاني بقول له كده، لو هتيجي تعمل بنج على مثلا www.yahoo.com مثلا، يعني هقول له لما تيجي تبنج على www.yahoo.com، طب انت ما انتش حافظ الاي بي بتاع yahoo.com، طب تجيب اي بي منين؟ هتروح للدومين نيم سيرفر اللي اسمه 48 ده، هيديك ايه؟ هيديك الاي بي. بتقول ايه؟ شفت؟ خدت بالك؟ خدت بالك؟ خدت بالك؟ انا شغلتها ايه؟ انا شغلتها يا مغازي. بتقول له اي بي، بتدي الخاصيه دي للراوتر، تقول له اي بي المفروض انها شغاله اصلا يعني. تقول له اي بي دومين لوك اب، يا راوتر انا لازم انك يعني ايه بديك الامكانيه انك تعمل لوك اب لاي دومين، تدور على اي دومين. تمام كده؟ اي بي دومين لوك اب.
تديله. هو المفروض ان الكوماند ده اصلا يا مغازي لو انت جايب الراوتر معلوش اي كونفيجريشن، المفروض ان الكوماند ده مكتوب اصلا حلو، ولكن في بري كونفيجريشن الجي ان اس 3 عاملها ان هو كاتب حاجه اسمها نو اي بي دومين لوكر، فوقف الخاصيه دي. فانا لما جيت ابنج الدنيا ايه وقفت معايا، فلازم اقول له اي بي دومين لوكر يا راوتر روح بنج الكوماند الثاني، تقول له كده اي بي نيم سيرفر 48. دلوقتي لو انا جيت اقول له بنج على ياهو دوت كوم، المفروض ان الياهو طبعا حصل ترانسليت اهو، بقول لك انا رحت اعمل ترانسليت ياهو دوت كوم، رحت جبته منين؟ قال لي عليه، فانا خلاص عرفت الاي بي بتاعه، فصاحبنا ده بنكت عليه ورد عليه. طب الحمد لله ان احنا قدرنا نحلها. اللي كان بيسال كان مين؟ هاتم اتفضل. ملهاش حل غير كده، هي ملهاش حل غير كده. خد بالك خد بالك خد بالك، ده مش اي اس بي، دي شركه بتاعتك انت وعامل فيها توصيله داخليه، والدليل ان الايبات اللي هنا ايبات برايفت، الايبات اللي هنا كلها ايبات ايه؟ ايبات برايفت. تمام. الاي اس بي، الاي اس بي بعد الكلاود دي هتلاقي الاي اس بي، بعد الكلاود هتلاقي الاي اس بي. خد بالك في طريقتين للحل، اذا اعتبرنا ده بابليك اي بي في حل، واذا اعتبرنا ده برايفت اي بي، وده الحل اللي انا شغال عليه دلوقتي، ده حل. يعني انا دلوقتي شغال على ايه؟ ان البابليك اي بي لا هنا ولا البابليك اي بي بعد الكلاود، لان يعني انا جايب دي اس ال مودم هنا ومشغله. ده البابليك اي بي فين يا رجاله؟ بعد الكلاود. يعني الليله دي كلها برايفت اي بي، الليله دي كلها فين الرسمه؟ الليله دي كلها برايفت اي بي. طيب المفروض، المفروض ان في هنا اي دي اس ال مودم، المفروض ان في هنا اي دي اس ال مودم. مثلا خلينا اجيب الراوتر هنا كمان اهو، والمفروض ان الراوتر اللي هنا ده معمول عليه نات عشان يخرجنا على النت. الراوتر ده المفروض ان معمول عليه نات عشان يطلعنا على النت، فكل الايبات اللي جوه هنا دي هو ايه؟ كلها برايفت، ماشي كده؟ فانا جيت على الراجل ده قلت له الديفولت راوت بتاعك كده عشان يطلع، فانا طلع على النت. لسه الناس اللي ورا دي كلها محتاجه انها تطلع هي كمان على الانترنت، ماشي الكلام؟ سايت تو سايت ايه بقى؟ لا سايت تو سايت بدون بابليك. خد بالك يا مغازي، لا 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 طبعا. بصوا يا رجاله، خليني اجيب صفحه فاضيه الاول. بص يا ابو حميد، دلوقتي انت عندك فرع الشركه هنا، فرع للشركه ثانيه، فرع للشركه ثانيه، والمفروض ان شركه الاي اس بي هي ايه اللي ربطاني. طيب شركه شركه الاي اس بي موصلاني كده ومداني هنا اي دي اس ال مودم. الاي دي اس ال مودم ده لازم يبقى فينا بابليك اي بي. الاي اس بي مديك وصله هنا في اي دي اس ال مودم، الاي بي اللي هنا لازم يبقى بابليك يا احمد. اي اس بي موصلك هنا، هنا اي دي اس ال، الاي بي اللي هنا يا احمد لازم يبقى بابليك. تمام؟ انا عامل ايه؟ انا جيت على الوصله دي، الاي بي هنا بابليك خلاص، والراوتر ده معمول عليه نات، يعني الناس اللي هتوصل هنا لو في سويتش واجهزه الناس دي هتطلع نت عن طريق النات، الناس اللي هنا طبعا برايفت. صح كده يا احمد؟ طب افرض انا بقى قمت عامل كده. لا يا عم، انا قمت جايب بعد الاي دي اس ال ده قمت جايب راوتر سيسكو، ماشي كده يا ابو حميد؟ وبعد الراوتر ده قمت موصل عامل شبكه ثانيه هنا كده. خد بالك هنا مثلا شبكه، بقت الشبكه اللي هنا 192.168.1.0، والشبكه اللي هنا 10.1.1.0 مثلا. دلوقتي بقى عندك كام شبكه برايفت يا احمد؟ دي ودي، دي ودي بالظبط كده. طب دلوقتي عشان الناس دي، طب ده عشان يطلع نت، خد بالك بقى، ده عشان يطلع نت ايه اللي هيحصل؟ اديله ديفولت راوت هيطلع نت خلاص،
طب الناس اللي هنا يا احمد دي شبكة 10 عشان تطلع نت، تطلع نت ازاي؟ هتطلع الاول ولا لا؟ هتطلع ولا لا؟ هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة، ومعلش المثال صعب عليكم شوية، بس لو في شبكة هنا يا أولاد، عارفين إيه اللي يحصل؟ الشبكة اللي هنا دي عايزة مثلا هتبنج على 8.8.8.8، فأول ما ترمي ترمي الجيت واي بتاعها لو في الشبكة 10 اللي هو الفتحة دي بتاعة الراوتر ده. الراوتر ده يعمل إيه؟ يقول لك أنت عايز تروح ل 8.8.8.8، انا عندي ديفولت راوت بيقول لك عايز تروح لاي حاجه اخرج كده، تخرج لاي دي اس ال، اي دي اس ال يقوم فعلا بعتك يطلعك على النت للسيرفر اللي هو 8.8.8. لما يجي الرد هيجي الرد هنا لده مين؟ ايوه مين اللي بعتها يا احمد؟ 10.1.1. طب ده ما يعرفش 10.1.1، في الحاله دي لابد يحصل راوتنج ما بين الرجاله دي، او لازم يحصل راوتنج صغنن كده ما بين الرجاله دي، ما بين الراوتر ده والراوتر ده، ريب اي اي جي ار بي اوس بي اف، ترويج داخلي يعني، تمام؟ او تحط ستاتيك راوت تقول له عايز تروح للشبكه 10 اخرج كده، تحط على الاي دي اس ال راوتر، تمام؟ متفق معايا؟ نقولها تاني. انا دلوقتي يا احمد، انا دلوقتي عندي راوتر اهو اي دي اس ال بيطلعني على النت، فينا بابليك اي بي، ماشي كده يا تامر؟ البابليك ده الراوتر ده واصل براوتر تاني كده، انا الراوتر ده سيسكو، تمام كده؟ البرايفت من اول هنا، وادي هنا اجهزه بقى، او خلينا نقول ادي رواتر تانيه واصله هنا، في شبكه هنا كبيره، الشبكه دي كلها مغازي لازم تتراوت مع بعضها، ماشي؟ الشبكة دي لازم تتراوت مع بعضها. طب واحد يقول لي طب انا هراوتهم اي اي جي ار بي، طب يا ابني ما الاي دي اس ال راوتر ما فيهوش اي اي جي ار بي، ما بيسبورتش حاجة زي كده. الاي اي جي ال دي اس ال ممكن تلاقي بيه سبورت الريب، ممكن تعملها بيه، وممكن تريح دماغك هو بيسبورت الاستاتيك تقف عليه، ممكن هو بيسبورت الاستاتيك، لو انت الريب مش شغال عندك قول له عايز تروح للشبكة مثلا دي 10 اخرج كده، عايز تروح ل 20 اخرج كده، عايز تروح ل 30 اخرج كده. وفي حل تاني اشيك واعمق واحسن 100 مرة عشان تريح دماغك، عارف تعمل ايه يا مغازي؟ تعمل نت على الراوتر ده، ايه رأيك؟ هتعمل نات على الراوتر ده. يبقى انت عندك كام راوتر معمول عليهم نات يا احمد؟ اللي هو الاي دي اس ال معمول عليه نات للشبكه مثلا 192.168.1.1، والراوتر ده كمان معمول عليه نات للشبكات اللي هنا دي كلها، عشان بعد كده تقوم تتحول كلها مثلا ل 192.168.1.200، فكلهم يطلعوا كانهم 1.200، وتريح دماغك من الموضوع ده. يبقى انت عملت 2 ليفل اوف نت، فاهمين حاجه يا رجاله؟ طيب يا خالد فاهم؟ طيب بص يا اولاد، بالنسبه للرسمه دي امتى بيحصل النت يا احمد؟ وامتى بيتعمل نت يا خالد؟ إذا كان الراوتر بتاعنا رابط ما فين؟ فينا بابليك وفينا برايفت. في الحالة دي يا أحمد أو يا خالد أنت محتاج تعمل نات. إنما لو الراوتر الأي بي اللي هنا واللي هنا بابليك بابليك، أعمل نات ليه؟ أعمل راوتنج. الاي بي اللي هنا برايفت او برايفت، الاثنين برايفت، اعمل راوتنج. انما اذا التقى
على احد الانترفيسز بابليك وعلى الطرف الثاني برايفت، اعرف ان الراوتر ده يتعمل عليه نات، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ زي الاي دي اس ال مودم اللي عندنا في البيت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي الاي دي اس ال مودم اللي عندنا في البيت. الاي دي اس ال مودم اللي عندنا في البيت يا اولاد عندنا يا احمد واخد اي بي بابليك وليكن 41.1.1.1. اللي مشغل مايك اقفله لو سمحت. وانا عندي هنا الـ الاجهزه بتاعتي هنا، خد بالك الاي بي ده بابليك. طيب الاي بيات اللي هنا، ولا يهمك يا صاحبي، الاي بيات اللي هنا مثلا ليكن 10.1.1.1 وهنا 10.1.1.2. الاي بيات اللي هنا يا احمد او يا خالد، الاي بيات دي برايفت. السيد موجود يا سيد؟ مركز؟ طيب يبقى الايباد اللي هنا برايفت صح؟ يعني الاي بي ده برايفت والاي بي ده بابليك. يبقى اعرف كده مجازي ان طالما الاي بي اللي هنا برايفت واللي هنا بابليك، الراوتر ده غصب عني وعنك لازم تعمل عليه نت. ليه؟ عشان نخلي البرايفت لما يجي يطلع على النت يركب البابليك ده ويطلع. طب واحد يقول لي لا استنى بقى يا باشمهندس بقى معلش، عشان انا عايز اقول لك كلمه، انا عندي خط اي دي اس ال في البيت. حلو قوي. والاي بي اللي هنا بابليك اللي هو بتاع الوان ده، حاطين له اي بي بابليك. وانا عندي بقى في اللان الداخليه يا باشمهندس واخدين برضو ايباد بابليك. واخدين ايباد بابليك برضو. مش صح يا مغازي؟ مش ممكن نطلب كده؟ اتصل بشركه اي اس بي واقول لهم والله يا جماعه انا عايز اي بي بابليك في اللان الداخليه. يقوم يديني فعلا اي بي بابليك في اللان الداخليه. طب السؤال هنا دلوقتي، راوتر الاي دي اس ال مودم ده يتعامل عليه نات ولا لا؟ بالظبط، تعمل نات ليه؟ لان اذا كان ده، اذا كان اي بي ده 42.1.1.1 هيطلع كانه 42.1.1.1، مفيش اي مشكله يعني. وده هيطلع بالبابليك بتاعه، يتعامل نات هنا ليه؟ هنا بيتعمل راوتنج، في الغالب بيبقى ستاتيك راوت. او ديفولت راوت مع ستاتيك راوت. ماشي؟ مفهومة؟ لغاية كده، لغاية كده مفهوم؟ طيب، نيجي على الرسمة بتاعتنا، نرجع تاني بقى للرسمة بتاعتنا. على فكرة اللي خلانا نلف اللفة دي كلها كان تامر الله يسامحه. يلا خير. خير الحمد لله. بس حلو حلو، سؤالك حلو بس أنا ما كنتش أحب ألجأ لها. لان دي ممكن تشتت الناس يعني، كنت هجيبها بس قدام شويه. مش مشكله مش مشكله مش مشكله حبيبي. بص كده يا سيدي، دلوقتي خلينا نقول بقى ان في هنا راوتر اي دي اس ال. الراوتر الاي دي اس ال ده الاي بي اللي هنا برايفت، الاي بي اللي هنا مغازي بابليك. يبقى كده غصب عني الراوتر ده يتعمل عليه يا مغازي. حلو كده. طب الراوتر ده اللي هنا برايفت واللي هنا برايفت واللي هنا برايفت واللي هنا برايفت، كل حواليه برايفت، يبقى المنطقه دي كلها يتعمل لها راوتنج. حلو كده، المنطقه دي كلها يتعمل لها راوتنج. طب ثانية واحدة بقى، طب ما راوتر الاي دي اس ال مش شايف الناس دي؟ ما الناس دي لو اتعمل لها راوتنج، هو الراوتر ده الاي دي اس ال شايف الشبكات الدايركت كونكتد اللي هي الشبكة 192.168، بس مش شايف 10.1.24 ولا 10.1.2 ولا 10.1.34. الحل انك تيجي على الراوتنج تيبل بتاع الاي دي اس ال راوتر ده وتقول له عايز تروح ل 10.1.24 اخرج كده، عايز تروح ل 10.1.2 اخرج كده برضه، عايز تروح ل 10.1.25 اخرج كده برضه، عايز تروح ل 10.1.34 اخرج كده. ماشي كده؟ يبقى الحل انك تحط راوتنج على الاي دي اس ال مودم. والحل الثاني يا مغازي انك هتعتبر انا تخيل ان ده بابليك مع انه برايفت، تخيل بس ان هو بابليك وان الناس اللي جوه دي كلها برايفت. يوم ايه اللي يحصل على الراوتر المكبون؟
هتعمل عليه نت تاني، بدل ما تروح تحط لي الراوتنج تيبل على الاي دي اس ال هنا، يعني بدل ما تحط الراوتنج بتاع تحط الشبكات ده ايه، الشبكه دي والشبكه دي والشبكه دي والشبكه دي على الاي دي اس ال مودم، لا روح على الباك بون اعمل عليه نت. يقوم كل الرجاله دي تطلع كانها مين؟ كانها 192 168 1 200. يعني من الاخر كده انا ضحكت على الراوتر الباك بون واوهمته ان ده بابليك اي بي عشان يعمل للعيال الحلوه اللي ورا دي كلها نات ويطلعهم كانهم ده. طب ما الشبكه دي كلها معمول لها نات جوه الراوتر ده، فالناس دي هتطلع كانها 1 200 هتطلع. فاهمني يا ابو غازي بقى؟ خالد شاكر فاهم؟ ها اللي مش فاهم يقول لي يا اولاد. انا عارف ان الحته دي صعبه عليكم، ولو فعلا بعد الشرح ده كله اللي لسه فيه صعوبه انا هغير فراش السؤال لغايه ما نيجي لوقتها يعني. ها؟ طيب لو انت متلخبط شويه انا سلامتك من اللخبطه. بص يا عم انا لا 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 مش هلخبطك خالص والله. بص يا عم انسى خالص، انا بس كان السؤال اللي وجهنا للحته دي ان تامر كان قال لي ازاي تربط الانترفيس ده الوهمي ده بالبابليك انترفيس الانترفيس الحقيقي. فانا همنع عنك او اشيل لك القلق ده كله. بص يا عم خالص باص ولا ريح نفسك خالص، امسح ده وكأن شيء لم يكن. انا هقول لحضرتك انا هجيب راوتر تاني هنا، ده الراوتر ده بتاع الاي اس بي يا اولاد، الراوتر ده راوتر 6 ده كليك يمين تشينج هوست نيم، ده هنقول عليه اي اس بي ماشي كده. المفروض الراوتر ده انا ماليش اي سيطره عليه، المفروض الراوتر ده بتاع شبكه النت والاي بي بتاعه 192.168.1.1. وتعالى نحط له ممكن بقى نخليه برضو ايسر، وتعالوا نوصل ايسر 0 سلاي 0 ايسر 1 سلاي 0 ماشي كده. ايسر اصبر اصبر عليا بقى، انا اصبر عليا، لا انا هظبط لك الدنيا دلوقتي، هظبط لك الدنيا عشان الدنيا ما تكلكعش معاك. انسى كل الكلام اللي انا قلته، انسى كل الكلام اللي انا قلته. غرض انك تستفاد، اهم حاجه انك تستفاد. بص كده انا خليت شكله عامل ازاي، يعني المفروض جوه السنترال دلوقتي في الاي اس بي في راوتر واخد الاي بي ده. طيب بالله عليك لو اعتبرنا بقى ان انا باخد النت في الشركه بتاعتي من الكابل ده، يبقى الاي بي 192.168.1.200 ده بابليك ولا برايفت؟ هنتخيل ان هو بابليك صح كده؟ ماشي كده الشباب معايا دلوقتي؟ انا هسهل لك المساله خالص ونخلي الحته دي ان شاء الله نرجع لها بعدين اللي انا كنت بتكلم فيه. يبقى دلوقتي الباك بورد راوتر ده اللي انا باخد عليه الانترنت، حلو كده؟ باخده منين؟ باخده من راوتر موجود في السنترال. طب الراوتر الموجود في السنترال واخد اي بي بابليك 192.168.1.1 والراوتر الباك بون بتاعي واخد كابل من السنترال مباشر، الاي بي بتاعه 192.168.1.200. الاي بي ده يا تامر بابليك، هنتخيل مع بعض ان هو بابليك ماشي كده؟ تعالوا برضو كده عشان ايه يعني اظبط لكم الدنيا شويه. دي الشبكه الداخليه بتاعتي يا اولاد ماشي كده، يبقى الشبكه دي برايفت والاي بي ده ايه؟ ها؟ الاي بي ده ايه؟ بابليك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا بقى نعمل كونفجريشن ده راوتر على فكره، كلاود دي مش كلاود عاديه، ده راوتر. هنشغله ونقول له يا عم الحاج هات الكونسول بتاعه اي اس بي اهو، خليه في الاول خالص كده نجيبه على الشمال.
له يا راجل يا طيب. هقول له نيبل، هقول له كونفتي، هقول له مثلا يا خالد انترفيس ايسر 0 سلاش 0 نو شوت داون اي بي ادريس 192.168.1.1 والمصدر. واقول لكم على حاجه، نعمل عليه انترفيس لوب باك قال يعني برضه هنعمل قال يعني في نت يعني انترفيس لوب باك، انترفيس لوب باك 1 واقول له اي بي ادريس 8888 والماسك بتاعي. حلو كده. تعالى لي بقى على الباك بون، هل الباك بون يقدر يبنج على 192.168.1؟ قول له بنج على 192.168.1.1. ايه الاخبار؟ زي الفل. اللي هو مين؟ الراوتر بتاعي اللي هنا ده، خد بالك طالع من الاي بي البابليك 1200 رايح يبنج على البابليك 1.1. طب هل هو يقدر يبنج على 1.9 يبنج على 8888 يا مغاسي؟ انا دلوقتي حطيت لوب باك هنا قال يعني 8888 قال يعني في بقى سيرفر هنا يعني. دلوقتي هل الباك بون بتاعي ده يقدر يبنج يا ابو حميد؟ باك بون اهو، هل يقدر يبنج على 8888؟ ها قبل ما ابنج قول. المفروض يبنج لانك عامل ديفولت راوت. المفروض يبنج صح كده لانك عامل ديفولت راوت صح كده؟ يعني انت قلت له شو اي بي راوت؟ ها في ديفولت راوت معمول اهو، احنا كنا ضفناه قبل كده 192.168.1.1. يبقى صاحبنا ده قادر يطلع على النت. ماشي كده يا اولاد؟ طب ايه اللي ناقص يا باشمهندس؟ اللي ناقص بقى الكتيبه اللي جوه دي، عايزين نشغلها، عايزين نعمل راوتنج هنا. عادي يا عم سهل، ادي راوتر 2 كونسول، وادي راوتر 3 كونسول. هات لي راوتر 2 او الباك بون اهو يا اولاد. هنعمل ايه يا مغازي؟ اقول له كونفيتي. فاكرين كنتوا بتشغلوا اي جي ار بي ازاي؟ هتقول له راوتر اي جي ار بي وليكن اوتونوموس سيستم رقم 100، وتقول له فاكر انت الكوماند ده؟ نو تو سامري، فاكره؟ بالظبط، عشان يبعت السبنت ماسك بتاع الشبكات. هو بيبعت الشبكه، يبعت معاها الماسك بتاعها عشان ما يحصلش مشاكل. واقول له نتورك، ها عندك كام شبكه؟ تقول له الشبكات، كل الشبكات اللي لازقه فيه. ابدا كده 10 لوت واحد. استنى بقى عشان انا عايز اقف معاك وقفه جميله يعني، ولا سيبنا من الشبكه 10، خلينا في الشبكه 172.30. بصوا يا جماعه، لو انت قلت له 172 لوت 30 لوت 0 لوت 0 وضغطت انتر، هي دي كده. خد بالك يا مغازي ان الاي اي جي ار بي بيتكتب له وايلد كارد ماسك زي الاوس بي اف. ماشي يا ابو عفيفي؟ الاي اي جي ار بي زيه زي الاوس بي اف في كتابه الوايلد كارد ماسك. يعني لو انت عاوزه يشوف الشبكات 172.30 كلها، الكوماند اللي انا كتبته ده يا جماعه خلينا امسحه كده، هو بالظبط ده. واقول له 0.0.255.255. الزيرو الاولانيه معناها ايه؟ معناها شوف كل الشبكات اللي بادئه ب 172. الزيرو الثانية شوف كل الشبكات اللي بادئة 172 30، الرقم الثاني زي ما انا كاتبه كده 30. طب 255 معناها ايه؟ معناها اي دونت كير، انا ما يهمنيش الخانة الثالثة فيها ايه؟ وده برضو انا ما يهمنيش الخانة الرابعة فيها ايه؟ من الاخر كده السطر ده معناه يا اولاد؟ معناه شوف كل الشبكات اللي بادئة ب 172 30. طب ما يا باشمهندس انت هنا ما كتبتش ويلد كارد ماسك وشاف كل السبعات الشبكات 172 30 صح؟ لان الاي بي ده كلاس ايه يا جماعه؟ كلاس بي. فالماسك بتاعه المفروض انه كام؟ 255 255 00، يعني الوايلد كارد ماسك بتاعه كام؟ 0.0255. فهو قال يعني طالما انت ما كتبتلوش وايلد كارد ماسك
فهو قام حاطط الوايلد كارد ماسك لنفسه ماشي كده. فانت لو اديته شبكه كلاس A وما اديتلوش ماسك خلاص هيعتبر ان الماسك بتاعها او الوايلد كارد ماسك بتاعها 0 255 255 255. ولو اديته شبكه كلاس C من غير ما تديله اي حاجه هيعتبر ان الوايلد كارد ماسك بتاعها 0 0 0 255. ماشي كده حلو قوي. طيب افرض انا بقى يا احمد انا عايزه يشوف الشبكه 172.30.0.0 و172.30.1.0 بس الشبكتين دول يشوفهم بالاي جي ار بي. طب والباقي لا، يعني انا عايز اديله الشبكتين دول بس، عارف تقول له ايه؟ نتورك 172.30.0.0. طب الوايلد كارد ماسك ايه رايك؟ انت كده بتقول له شوف الشبكه اللي حواليك اللي بادئه ب 172 صفر هنا يبقى الرقم الثاني فيها 30، صفر ثاني هنا يبقى الرقم الثالث 0. من الاخر كده شوف كل الشبكات اللي حواليك اللي بادئه ب 172.30.0، مفيش غير ده. طب انا عايز اقول له شوف الشبكه اللي بادئه 172.30.1، يبقى تقول له حضرتك هنا ايه؟ 1. فاهمني؟ طب افرض انا عايز اقول له شوف كل الشبكات اللي حواليك اللي بادئه ب 10، عارف تقول له ازاي يا احمد؟ ها؟ هتقول له ايه؟ نتورك؟ ها؟ حد يملني يا اولاد؟ صح كده، يشوف كل الشبكات اللي بادئه ب 10. وعارف يا مغازي؟ لو قلت له كده 10.1.0.0.0.0، عارف دي معناها يا مغازي؟ شوف كل الشبكات اللي حواليك اللي بادئه ب 10.1. طب ما ده 10.1 10.1. وينفع برضه كده، وينفع زي ما الراجل اللي هو اسمه عصام كاتب لي بيقول لي 10.0.0.0 والماسك 0 255 255. صح كده، شاف كل الشبكات اللي حواليك بادئه ب 10. طب انا عايز اشوف كل الشبكات اللي حواليها اللي بادئه ب 10.1 10.1.0.0 الوايلد كارد 0 0. ماشي كده. طب شوف كل الشبكات اللي حواليك اللي بادئه ب 10.1.24، اتكتب ازاي يا احمد؟ ها؟ لا غلط، الله عليك، 0 0 0. الله عليك كده. الزيرو معناها يا جماعه ايه؟ الزيرو ده معناه ايه؟ يا راوتر شوف اي شبكه حواليك بادئه ب زي ما انا كاتبه كده 10، والرقم الثاني هنا زي ما انا كاتبه هنا 1، والرقم الثالث هنا ماتش. كلمه زيرو معناها ماتش، اقفش اقفش زي ما انا كاتب لك كده 24، وكانك بتقول له يا راوتر شوف اي شبكه حواليك او اقفش اي شبكه حواليك بادئه ب 10.1.4.24. فاهمين حاجه يا اولاد؟ فاهمين حاجه؟ طب خد بالك بقى، خد اخر تركه بقى، اخر تركه. لو انا عايز اقول له شوف الشبكه ده هي بس 10.1.24، ممكن تدي له اي بي الانترفيس يا احمد، تقول له نتورك 10.1.24.2 والوايلد كارد ماسك اصفار، وكاني بقول له يا احمد شوف اي شبكه حواليك الرقم الاولاني فيها 10 هنا 0، الرقم الثاني فيها زي ما انا كاتبه كده 1 هنا 0، الرقم الثالث زي ما انا كاتبه كده 24، والرقم الرابع 2. معناه كده بقول لك شوف اي شبكه حواليك او اتعرف على او 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 شوف اي شبكه حواليك بالاي جي ار بي، بس بشرط تكون بادئه ب 10.1.24.2 10.1.24.2. في كام شبكه هنا؟ هي واحده بس. فاهمني كده يا مغازي؟ ده انت كانك بتقول له شوف الشبكه دي بس. ماشي كده؟ رينج ايه؟ ما انت احنا كنا بنتكلم في، ما هو يا عم من كذا لكذا، يا عم قول له من 10.1.0.0 و0.0.255 كده. انت قلت له ايه؟ شو.
حلو، انت عندك مين؟ لا على فكرة الراوتر ما بيعرفش أجهزة، بيعرف الشبكة اللي لازقة فيه، الشبكة اللي لازقة فيه، تمام؟ ها اه احددها عن طريق الوايلد كارد؟ لا صعب، بس ممكن اقول له كده، يعني ممكن اقول له يعني فرضا ان في من اول 172 30 0 30 1 2 3 5 وفي لغايه 10. طب انا عايز اجيب اول خمسه في سطر واحد، اجيبها ازاي؟ عارفين تجيبوها ازاي؟ هي تبقى صعب شوية، بس أقول لك بتيجي إزاي. فين البرنامج ده؟ ولا ثانية واحدة رجالة، بص يا رجالة، عندنا الشبكات 172.30.0.0 172.30، هعيد السؤال حاضر، .1.0 172.30.2.0 172.30.3 هنا 4 5، وفي بقى 6 و7 و8 و9، وانت ماشي كده صح؟ لو عايز تلم دول من 0 لغاية 5 شوفهم اشتركوا في ايه. بص يا عم، دي لو جينا نعملها دي عبارة عن 172.30 صح كده؟ اكتب لي الخانة الثالثة، لو تلاحظ ان الاختلاف كله في الخانة الثالثة، يبقى 1 2 3 4، 1 2 3 4، وادي الزيرو الأخيرة بالظبط. الله يفتح عليك، 172.30، 1 2 3 4، 1 2 3 4، ده كان واحد يبقى جيت، والثانية تبقى 2 يبقى 0 1، والثالثة يبقى 3 1 1، والرابعة 0 0 1، والخمسة 101، هنا 0 المفروض بقى، هنا 0 والمفروض هنا 0. طب والستة كانت المفروض 1 1 0. طب هما انت عايز دول، هما دول اشتركوا في ايه؟ لغاية الصفر ده، بس للأسف الصفر ده يجيب معاك الستة على فكرة، لأن السبعة 1 1 1، لا استنى، أي ده وده أي ده، ممكن تسامري أول ثلاثة اللي هو أول أربعة 0 1 و2 و3، أما 4 و5 صعب. ليه؟ 4 و5 و6 و7 لان فينا واحد هيجي معاه، ولو انت خدت بالظبط، لان يعني هنا بص ادي 0 0 0 1 1 1 1، فانما الخانه اللي قبلها كلها اصفار، كله اصفار، فانت لو قلت له صفر يبقى انت كده ايه؟ خدت من 1 لغايه 7. يا عم انا عايز لغايه 5، يعني في الحاله دي ممكن تاخد من 1 لغايه 4 مع بعض، من 1 لغايه 3 اسف، من 1 لغايه 3، وبعد كده اديله يا عم 4 و5 لوحدهم بس، فاهمني؟ طيب عشان ما نكلكعش المواضيع لزمايلنا نرجع لللاب بتاعنا. انا هاجي على الراوتر ده يا ولاد اهو، نيجي على الباك بون وتعالوا اتفرجوا كده. انا قلت له يا عم هنا بص، شوف كل الشبكات اللي حواليك اللي بادئه ب 172 30 اي 172 30 00، وممكن اكتب وايلد كارد ماسك 00 255 255، صح كده؟ يبقى كده بدل ما اقعد اكتب له 172 30 0 1 2، لا مره واحده عشان اخلص. طب هنا برضو عايز اقول له شوف اي شبكه حواليك بادئه ب 10، ممكن اقول له نتورك الكوماند ده يتكتب 10.0.0.0، يمشي ويمشي كده برضو، صح كده يا اولاد؟ ويمشي كده 10.1.255، اسف 10.1.0.0، يمشي كده برضه، يمشي كده برضه. حلو، كلام جميل. طب سؤال، الشبكه 192 168 1 200 هنروتها؟ لا،
بالشبكه اللي ربطت بالبابليك دي ما بنروتهاش. الشبكه البابليك دي مالناش دعوه بيها، انت روت لي المنطقه الصفراء بتاعتك. المفروض حتى الشبكات ده هنا جوه في المنطقه الصفراء بتاعتك دي، الشبكات دي هنا جنبك هنا، انما ده مالكش دعوه بيه، سيبه دلوقتي في حاله. طب نيجي على راوتر 2 يا احمد، نيجي على راوتر 2. ها يلا يا عم، الراوتر ده حوالي كام، حوالي كام شبكه؟ اهو قول له انيبل، قول له كونفتين، قول له راوتر، راوتر اي اي جي ار بي 100 نوت سمري ونتورك 10.1.25.1 0000 صح كده؟ صح ولا غلط اللي انا عملته ده؟ ها؟ كده كده اديت له بالظبط كده، انا اديت له الشبكه دي بس، كده انا اديت له الشبكه دي بس. طب عايز ادي له دي كمان؟ بالظبط، عايز ادي له ده هي كمان بس لوحدها، اقول له يا عم نتورك 10.1.2.1 0000 عايز ادي له ده هي كمان نتورك 10.1.24.1. اول ما تديها له بص هتبص تلاقي ابديت اتبعت اهو من 10.1.24.2 اللي هو مين؟ اللي هو جارك ده. حلو؟ لسه مين؟ لسه الراجل الغلبان اللي تحت ده اللي هو راوتر 3. اللي هو راوتر 3 قول له انيبل، قول له كونفتين، هنقول له راوتر اي اي جي ار بي 100 نوت سمري، وممكن اريح دماغي واقول له خدت بالك نتورك بس كده. المفروض يجي لي كام ابديت يا احمد لو هنا؟ على راوتر 3 يجي لي كام ابديت؟ راوتر 2 يبعت لك الابديت بتاعه، وراوتر الباك بون يبعت لك الابديت بتاعه، يجي لك 2 ابديت صح كده ولا ايه؟ اهو 2 راوتر 3 اهو بالظبط. شفت يا ابو الشباب؟ جالك 2 ايه؟ جالك 2 ابديت اهو، جالك 2 ابديت اهو خلاص كده؟ طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس احمد دلوقتي هل الرواتر دي، هل الرواتر دي هتقدر تطلع على الانترنت؟ يعني راوتر 2 يقدر يطلع على الانترنت زي الباك بون؟ يعني الباك بون دلوقتي قادر يطلع على الانترنت، الدليل اهو بيبنج على 8888 شغال زي الفل. طب راوتر 2 قادر يطلع على النت؟ والله تعالى شوف انت راوتر 2 اصلا، بص في الراوتنج تيبل بتاعه، شو اي بي راوت. ايه الاخبار رجاله؟ شايف الشبكات اللي شايفها بالاي اي جي ار بي في اللان الداخليه بس، يعني مش شايف ديفولت راوت. طب الحل ايه عشان راوتر 2 يطلع على النت يا اولاد؟ بالظبط اديله ديفولت راوت، اقول له كونفتي، اقول له اي بي راوت يا راوتر عايز تروح لاي شبكه الماسك بتاعها اي ماسك يا احمد يا مغازي، ارمي على مين؟ ارمي على مين يا ابو عفيفي؟ 10.1.24.2 اللي هو مين؟ اللي هو الجيت واي ده. دلوقتي لو انت قلت له شو اي بي راوت هتلاقوا فيه ديفولت راوت ظهر يا احمد اهو، اللي فتح المايك بعد اذنك. لو انا قلت له دلوقتي، قلت له بينج، لو انا قلت له دلوقتي بينج على 8888 ايه الاخبار؟ ايه رايكم يا اولاد؟ يبقى راوتر 2 قدر يطلع. طب الحل ان انا اعمل برضه على راوتر 3 ديفولت راوت. طب افرض يا مغازي كان عندي هنا 100 راوتر، هتقف على كل راوتر فيهم يا مغازي تديهم الديفولت راوتر، الديفولت راوت بتاعهم؟ الله عليك الله عليك. طبعا يا جماعه خلينا نمسح على راوتر 2 الديفولت راوت اللي انا عملته ده، راوتر 2 وعملنا ديفولت راوت هنا اهو، خلينا نقول له نو. دلوقتي يا باشمهندس خلي عندنا 100 راوتر هنا،
هل هقف على كل راوتر اقول له انت عايز تروح لبره ارمي كده، وانت عايز تروح لبره ارمي كده، وانت عايز تروح ارمي كده يا عم لا مش منطقي. طب ما كده كده يا باشمهندس الباك بون عليه ديفولت راوت، حلو قوي. والباك بون يا باشمهندس مربوط مع الناس دي عن طريق بروتوكول الاي اي جي ار بي، يعني بيبعتوا لبعض معلومات بالاي اي جي ار بي، شايفين بعض بالاي اي جي ار بي. قال لا، طب افرض انا عندي معلومه هنا عايز ابلغها للناس دي، طب ما ابلغها لهم يا ابني بالاي اي جي ار بي. يا باشمهندس انا عندي هنا ديفولت راوت، ينفع تبعت الديفولت راوت اللي هنا تبعته في صندوق مكتوب عليه اي اي جي ار بي ويروح للعيال ده. الموضوع ده يا جماعه اسمه ريديستريبيوشن، ده له درس كامل لوحده ان شاء الله تدرسه في في الكورس معانا ان شاء الله في اخر الكورس كمان، يعني نقرب من الاواخر قبل كورس اخر كورس الراوتنج. طب ما سهله يعني. ايه يا باشمهندس انت هنا يا باكبون عندك ديفولت راوت هنا، نقولها تاني، انت عندك يا باكبون ديفولت راوت هنا، وانت يا باكبون مربوط مع الناس دي بالاي اي جي ار بي. طب ما الديفولت راوت اللي عندك ده كده ممكن ابعته بالاي اي جي ار بي للناس ده، فالناس دي يا مغازي هتشوف الديفولت راوت بايه؟ عن طريق بروتوكول الاي اي جي ار بي. يعني الراجل ده شايف ديفولت راوت هيبعت الديفولت راوت بالاي اي جي ار بي للناس دي، فالناس دي تشوف الديفولت راوت بمين؟ بالاي اي جي ار بي. تبص تلاقيه كاتب لك كده يا ابو حميد عامل لك كده، يقول لك انا شايف الديفولت راوت 0000 شايفها بالاي اي جي ار بي، شايفها كده ويعمل لك عليها ستار كده، يعني انا شايف الديفولت راوت بالاي اي جي ار بي. تعال نشوف، تعال نشوف، هاجي على الباك بون ده واقول له يا راجل يا طيب، اقول له كونفتي، اقول له اي بي هو عليه ديفولت راوت، تقول له راوتر اي اي جي ار بي 100، وتقول له ريديستريبيوت ستاتيك. ستاتيك ده اللي هو ايه؟ ما هو الديفولت راوت اصلا يا جماعه ستاتيك. ريديستريبيوت يعني قاعد توزيع، قاعد توزيع الستاتيك راوت اللي عندك اللي هو الديفولت راوت ده ابعته جوه الاي اي جي ار بي، فيقوم يتبعت للناس ديت الستاتيك راوت او الديفولت راوت اللي على الراجل ده. ريديستريبيوت ستاتيك، حلو. تعال نتفرج على الراوتر 2، هل راوتر 2 شاف هيشوف الديفولت راوت دلوقتي؟ الله الله، شايف يا ابو حميد النجم اهي ديفولت راوت اهو بالاي اي جي ار بي. طب اي اكس دي، اي اكس اختصار لحاجه اسمها اكسترنال، هنتفاهم فيها قدام لما نيجي ندرس الاي اي جي ار بي بالتفصيل لما نتعمق شويه، بس اهو ما ناخد الريديستريبيوشن. تمام، يعني اصبح راوتر 2 دلوقتي لو بنج على بره 8 8 8 8 شغال. طب راوتر 3 بالراحه كده، هات لي راوتر 3 او كمان، لو قلت له شو هي في راوت ايه الاخبار؟ يا ابن اللذين انت كمان شفت الديفولت راوت؟ ايوه يا عم شاف الديفولت راوت اهو. يعني راوتر 3 دلوقتي لو بنج على 8 8 8 زي الفل 100 100 زي الفل شغال. طب احنا عايزين هوست 1 وكمان يطلع على النت، احنا عايزين هوست 1 ده يطلع على النت. هوست 1 ده واخد اي بي، احنا حاطين له اي بي ولا حاجه؟ ما عملوش اي حاجه، ما عملوش اي حاجه. لو عايز تشغل راوتر تشغله كجهاز كمبيوتر، جهاز الكمبيوتر انت بتحط له اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس اذا حبيت يعني، بس احنا محتاجين اي بي وماسك وجيت واي بس. اقول له كونف دي، اقول له هوست نيم، هوست نيم نسميه هوست 1، اقول له انترفيس ايثر 0/0 ونقول له نو شت داون، اي بي ادريس بالظبط اهو انا بديك اهو. اي جهاز كمبيوتر، انا الجهاز بتاعي اهو قدامك اهو، عشان يشتغل يبقى في شبكه بتحط له ايه؟ تحط له اي بي وماسك وجيت واي، صح الكلام؟ طب الراوتر هنحط له اي بي وماسك وجيت واي ازاي؟ سهله، ادي ما هو اهو ده راوتر اهو على جي ان اس 3، حلو؟ اي بي ادرس 10.1.25.2 والماسك بتاعه كده، انت حطيت له اي بي وماسك، صح كده؟ طب الجيت واي الديفولت راوت تحط له ازاي، او اسمه الديفولت جيت واي
الديفولت راوت هذا هما انت عايز تقول له الديفولت جيت واي بتاعك ده تقوم قايل له اي بي راوت 0000000 في الاي بي ده عايز تروح لاي حته في الدنيا ارمي ده يبقى انت كده حطيت له جيت واي بتاعك اي بي راوت يا راوتر عايز تروح لاي حته في الدنيا الماسك بتاعك اي ماسك ارمي ال 10 دوت 1 دوت 25 دوت 1 صعبه دلوقتي لو انت بنكت على مع انك دلوقتي لو قلت له ايه بص شو اي بي راوت الراوتر ده مش شايف غير حاجتين الدايركت كونكتد بتاعته والديفولت راوت بتاعه ان هو بيرمي ال 10 1 25 1 دلوقتي الراجل ده لو بنج على 8 8 8 8 يشتغل ولا لا؟ المفروض يشتغل اهو زي الفل اهو بنج تاني زي الفل اهو يبقى انت ازاي تشغل الراوتر كجهاز كمبيوتر عشان تتست بيه البنج؟ ادي له اي بي وماسك وادي له ديفولت راوت اللي هو الراوتر ده فاهمين حاجه يا ولاد؟ لغايه كده الكلام سهل حلو قوي خليك معايا دقيقه بس وجاي لك اهو بس اوقف الفيديو طيب حد عارف يعني ايه باسيف انترفيس يا ولاد؟ حد عارف يعني ايه باسيف انترفيس؟ لا بص يا ولاد دلوقتي الهوست ده موجود معانا في الشبكه بتاعتنا صح؟ المفروض ان الراوتر ده لما بيجي يبعت الابديتس بتاعت الاي جي ار بي بتاعته بيبعتها كده وبيبعتها كده وبيبعتها كده وده برضه بيبعتها كده وبيبعتها كده صح كده؟ صح؟ طب افرض الراجل ده كان هاكر وعايز يعرف الشبكات بتاعت الشبكه بتاعتك دي كانت عباره عن ايه؟ مكونات الشبكه بتاعتك عايز يعرفها عارف يعمل ايه؟ هقول لك حاجه بسيطه عن طريق الباك تراك لينكس يقدر يشغل تولز او يقدر يشغل بروتوكول الاي اي جي ار بي هنا ويبعت ابديت هلو يقوم صاحبنا ده يقول له هلو انت شغال اي جي ار بي ايوه يا عم والله طب خد الراوتنج تيبل اللي عندي ويبقى الراوتر ده او يبقى الجهاز الواد الهاكر ده شاف الراوتنج تيبل بتاع الشبكات بتاعتك والمفروض انك كشركه محترمه او انت كادمنستريتور محترم المفروض الناس ما تعرفش الشبكه بتاعتك بتتكون من ايه يعني تي داتا مثلا هل احنا في بيوتنا مثلا نقدر نعرف الشبكات بتاعه تي داتا وعندها كام راوتر والدنيا دي عامله ازاي يعني انت متخيل لا طبعا ما نعرفش لانها حاميه نفسها ازاي اقولها تاني دلوقتي الواد الهاكر ده هيعمل ايه هيقوم مشغل الاي اي جي ار بي على الباك تراك بتاعه او المكنه اللي هنا دي فتقوم المكنه اللي هنا تبعت اي اي جي ار بي هلو فده يقول لها هلو ما انت راوتر خد بالك الهاكر قدر يضحك على الراوتر ويقنعه ان هو كمان راوتر فصاحبنا ده ما كدبش خبره وقام باعت له الراوتنج تيبل بتاعه بالله عليك لو انت معاك الراوتنج تيبل بتاع الشبكه دي مش ممكن تتخيل وتقعد ترسم الرسمه تقول الاي بي ده كذا والاي بي ده كذا والاي بي ده كذا تقدر توصل للرسمه بتاعت الشركه دي يبقى انت عارف شبكتهم عامله ازاي ودي من اسرار الشركه ما ينفعش حد يعملها هقول لكم على حاجه انا مش محتاج للباك تراك لينكس ان انا اعمل حاجه زي كده انا مش محتاج للباك تراك لينكس عشان اعمل حاجه زي كده عارفين ممكن اعملها بايه يا اولاد عارفين ممكن اعملها بايه ممكن اعملها بالجي ان اس 3 اللي معاكم ده اشغل الجي ان اس 3 واربطه بكارت اللان اللي عندي ده وبعد ما اربطه بكارت اللان يا اولاد ايه اللي يحصل احط راوتر واشغل عليه اي جي ار بي فيقوم باعت له هلو ده يقول له هلو طب خد الراوتنج تيبل اللي هنا وصاحبنا ده يشوف كل حاجه طب ايه الحل يا احمد الحل عشان الراجل ده مش عايزه بالظبط عايز جنب ده بقى يبقى دي قاعده عامه للسكيورتي يعني الباسيف انترفيس ده الباسيف انترفيس دي حاجه يا احمد عشان تعمل لي سكيورتي دي حاجه عشان تعمل لي سكيورتي سكيورتي ليه اجي دايما على الانترفيس المقابل لاجهزه كمبيوتر لاجهزه اكسس اجهزه بي سيز وتخلي الانترفيس ده باسيف طب يعني ايه باسيف يا باشمهندس ما بيبعتش من عليها هلو اصلا ولا مستقبل هلو يعني لما الراجل ده يقول له هلو
معرفكش اه، مش هرد عليك. طب خد الراوتنج تيبل، وانا مش هديك حاجه يا ابني، انت مين انت؟ فاهمني؟ هذا اللي بيحصل بالظبط، انك تخلي الانترفيس ده بس. تيجوا كده تعالوا موريكم حركه زي كده. يعني لو جه الواد هوست 1 ده، هوست 1 ده قام جاي جاي هوست 1 ده وقام عامل، بص يا جماعه ادي اهو كونفتي، وقام عامل راوتر اي اي جي ار بي مثلا 100 حلو، وقام عامل، بص انا ما اعرفش الشبكات ايه، قام عامل نتورك 0000. عارف دي معناها مغازي؟ شوف كل اللي حواليك يا عفيفي، دي معناها شوف كل اللي حواليك يا خالد يا شاكر، معناها شوف كل الشبكات اللي حواليك ايا كان يا تامر، معناها شوف برضو كل الشبكات اللي حواليك. وقام ضغط انتر، بصوا ايه اللي هيحصل. الله عليك، ملاحظين ان الدهول ده اللي هو راوتر 2، ما هو لغايه دلوقتي يصنف دهول، مش فاهم. تخيل ان هو راوتر، فقام باعت له الراوتنج تيبل بتاعه. بكل بساطه تصاحبنا ده اخد الراوتنج تيبل اللي هو هوست 1 ده. ده دلوقتي لو عمل شو اي بي راوت، ده لو عمل شو اي بي راوت دلوقتي، ايه رايكم يا رجاله؟ خد كل الراوتنج تيبل بتاع الاجهزه الثانيه. طب بالله ينفع؟ لا يا عم والله ما ينفع، والله ما ينفع. يبقى من هنا ورايح راوتر 2 مش هيبقى دهول، مش هيبقى دهول ولا عبيط، مش هينضحك عليه. طب هتعمل ايه يا راجل؟ طيب اخلي الانترفيس اللي مواجه لهذا لهذه الاجهزه الاكسس ده اخليها باسف، عشان ما يتبعتش عليها هلو ولا يتبعت عليها ابديت ولا اي حاجه. فانت لو قلت له كومبتي اهي، وقلت له راوتر اي اي جي ار بي 100، وقمت قايل له باسيف انترفيس. الباسيف انترفيس هو الانترفيس ده اسمه ايه؟ ده كامل استناني كده، ايسر 1 سلاش 2، قول له باسيف انترفيس ايسر 1 سلاش 2. ايه رايك يا عم مغازي؟ وضغطت انتر، ملاحظين ان اللينك بقى داون، الاي اي جي ار بي بقت داون. لو رحت انت على هوست 1 دلوقتي وقلت له وريني، طب وريني يا عم الراوتنج تيبل بتاعك، ايه رايكم يا رجاله؟ ما عادش شايف حاجه، مع انه مشغل الاي اي جي ار بي. وده اللي تي اي داتا بتعمله، وده اللي تي اي داتا. يعني هنا شركه تي اي داتا ايه؟ مروتر روترها مثلا جوه مع بعض بالاوس بي اف والاي اي جي ار بي، وتقوم مخليه لك الانترفيس اللي ناحيتك ده باسف. ليه؟ عشان لو انت جيت استعبطت في مره وانت مشغل الاوس بي اف، ما تسحبش الراوتنج تيبل، الراوتر اللي هنا ما يبعتلكش الراوتنج تيبل اللي عنده. فتي داتا بتخلك، او اي شركه الاي اس بي بتخلي الانترفيس المواجه للعملاء بتوعها باسف انترفيس. ماشي؟ ماشي يا رجاله؟ طيب المعلومة قبل الأخيرة اللي عايزين ناخدها، ألا وهي السمرايزيشن. إيه القصة دي يا عم أحمد؟ بيقول لك، شفت المعلومة دي؟ بيقول لك The smaller your routing table the faster your router. The smaller your routing table the faster your router. يعني ايه؟ كل ما كان الراوتنج تيبل بتاع الراوتر بتاعك قليل، كل ما كان الراوتر ده سريع. يعني لو انا اديتك مثلا يا عم خالد، قلت لك انا هديك ورقه فيها 100 اسم، قلت لك طلع لي اسم احمد مغازي من الورقه دي، هل هتاخد نفس الوقت اللي هتدور فيه لو الورقه دي كان فيها 1000 اسم؟ بالظبط، هتاخد وقت كبير شويه. كذلك الراوتر،
انت عايز تروح لشبكه معينه، يقول لك طب استنى اما ابص في الراوتنج تيبل اشوف اقدر اروح للشبكه دي ولا لا. فلما يبص في الراوتنج تيبل، طبعا كل ما كان حجم الراوتنج تيبل صغير كل ما كان افضل. يعني انا عايز اكلمك النهارده عن ساعه ما تلاقي الجمله دي اتحطت، ذا سمولر يور راوتنج تيبل ذا فاستر يور راوتر، معناها كده ان انا بتكلم عن حاجه اسمها سمرايزيشن. ازاي انك تعمل سمري في الشبكه بتاعتك؟ طب اعمل سمري ازاي؟ بعمل سمري للشبكات المتكتله في مكان واحد. يعني رسمه زي اللي قدامنا دي، خليني افتحها كده على نظافه تاني. رسمه زي اللي قدامنا دي يا جماعه، اي بي زي 10.1 10.1 34 10.1 2 10.1 35. هل ينفع اعمل سمرايزيشن لدول؟ يعني هل اخلي الراوتر ده اقول له ابعت السمر اللي عندك للراوتر ده وانت ابعت السمر اللي عندك للراوتر ده؟ ليه؟ لان الشبكه 10.1 دي منتشره هنا وهنا وهنا، هتسمري مين؟ انما الشبكات 172 30 0 ديت 172 30 دي متكتله في جنب واحد عند راوتر واحد. دي ينفع اخلي الباك بون يبعت سمري للراجل ده والراجل ده يقول له اسمرايز الشبكه 172 30. يعني ايه اسمرايز؟ يعني ايه سمرايزيشن؟ بدل ما اخلي راوتر الباك بون ده يبعت كل الشبكات اللي عنده هنا ويبعت كل الشبكات اللي عنده اللي كلها بدأت ب 172 30، ست شبكات ممكن الخصها في شبكة واحدة وليكن 172 30 0 0، بس بيبقى لها ماسك معين هنتكلم فيه دلوقتي. ايه ده؟ يعني الراوتر ده بدل ما يبعت ست شبكات هنا والراوتنج تيبل بتاع الراجل ده يبقى فيه ست شبكات، هيبقى فيه شبكة واحدة. والراجل ده هيبقى فيه شبكة واحدة يا عم، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ مش بقول لك؟ إذا جات لك الفرصة إنك تعمل سمري اعمل وما تترددش، لأن السمري بيزود سرعة الشبكة بتاعتك في نقل البيانات، بيزود سرعة الشبكة بتاعتك في إنها تقوم بسرعة، بتزود فرصة الشبكة بتاعتك أو سرعة الشبكة بتاعتك في إنها الرواتب تبصل بعض البيانات بينها وبين بعض. خدت بالك؟ طيب، طب نعمل الموضوع ده إزاي؟ نعمل الموضوع ده إزاي؟ خلاص انتوا متفقين معايا ان الشبكه الوحيده اللي ينفع يتعمل لها سمرايزيشن هنا في الرسمه هي مجموعه الشبكات 172 30 دي. طب نعمل السمرايزيشن ده ازاي؟ بص يا عم، احنا عندنا كام شبكه يا اولاد؟ عندنا 172.30.0.0.24، خلينا نكبر الخط. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بس كده 172 30 دول 1 172 30 دول 2 3 4 وبقول لك ايه يا مغازي؟ بقول لك الاي بيهات دي بعد اذنك الست شبكات اللي قدامك دول اختزلهم في شبكة واحدة. اختزلهم في شبكة واحدة. طب أعملها إزاي؟ السمرايزيشن ده أنا بتهيألي كنت صرحته لكم في سي سي مين. فإزاي اختزلهم في شبكة الست شبكات دول؟ إزاي اختزلهم أحط أي بي واحد بس يعبر عن الستة دول؟ طب بيتعاملوا إزاي؟ قال لك بص يا عم، أنت الخانة اللي فيها الاختلاف الخانة الكام؟ الخانة الثالثة. افرض الاي بي ده، قول له 102 ده عباره عن 172 30، وادي 1 2 3 4 1 2 3 4، وادي الخانه الاخيره فيها 8 اصفار برضه، وهنا برضه 172 دوت 30 دوت 1 2 3 4 1 2 3، هنا 1
زيرو، ودي 172 30 1 2 3 4 1 2 دي 2 يبقى 1 0 صح كده يا ولاد؟ والشبكة 3 172 دوت 30 دوت 1 2 3 4 1 2 3 تبقى 1 ايه؟ وهنا 172 دوت 30 1 2 3 4 1 2 دي 4 يعني 1 0 0 وهنا 172 دوت 30 دوت 1 2 3 4 5 عبارة عن 101 هنا 0. دور بقى على المتشابه كده مغازي، دور خالد كده على المتشابه 172 وانت جاي من على الشمال كده 30 4 اصفار كلهم زي بعض كله زي بعض، وتيجي هنا 0 0 0 0 0 ماشي حلو الزيرو معانا كمان هنا 0 0 0 0 1 اب بس المتشابه لغايه هنا حاجه بالظبط. نزل لي دول بص المتشابه، المتشابه نزله زي ما هو 172 دوت 30 دوت 1 2 3 4 ودي 0. طب والمختلف يا باشمهندس، المختلف اقلبه كله صفار، يعني الجنب ده كله وانت جاي كده صفار، خلاص يا عم يبقى 0 0 0 وادي كمان الزيرو ده، يعني من الاخر كده بقت كام يا باشمهندس؟ 172 دوت 30 دوت 0 دوت 0 سلاش كام يا ولاد؟ حد يعرف يبقى سلاش كام يا مغازي؟ الله عليك، ما ينفعش طبعا تبقى 24 سلاش عدد البتات المشتركه، هم اشتركوا في كام بت؟ ادي 8 بت وادي كمان خانه 8 بت كمان يبقى ادي 16. 16 و5 بت كام يا ولاد؟ 21 بت، حتى ال 21 بيسموهم الايه؟ كومون بتس. ال 21 دي يعني كام يا مغازي؟ يعني 255 255 248 لا كده غلط، كده انا كده غلط، لا 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 لا. طب تعالى نحسبها 255 255 كده ادي ايه 16 واحد، فاضل لك كام واحد عشان تجيب ال 21؟ 5 اه بالظبط جدع 248 0 صح كده بالظبط كده. يبقى انا كده لو حبيت استعيد عن الخمس شبكات دول او الست شبكات دول اشيلهم خالص واحط الاي بي ده اهو بالماسك ده، الله عليك ايه الحلاوه دي. طب ما تيجي نعملها بقى في اللاب بتاعنا اهو، انا عايز اخلي الراجل ده الباك بون يسمرايز الناس، يبعت للراجل ده بدل ما يبعت له كل الشبكات دي، يا عم ابعت لهم السمري، ابعت لهم السمري يا عم الله يكرمك. حاضر تعالى يا عم الباك بون، ادي الباك بون اهو، وتقوم حضرتك واقف على مين؟ قول له انترفيس سيريال 0 سلاش 1 وتقول له اي بي سمري ادرس، اي بي سمري ادرس واكتب السمري الاي اي جي ار بي 100. ايه تاني ممكن يتكتب بعدها؟ السمري بقى هيبقى كام؟ 172 دوت 30 دوت 0 دوت 0 والماسك كام يا مغازي؟ اكتب الاي بي نتورك ماسك 255 255 248 0. ايه رايكم؟ طب سؤال يا اولاد، سؤال، السمري اللي انا عملته ده يا مغازي ده بنسميه كده السمري الامثل، يعني من الاخر كده السمري كما يجب ان يكون، سمري سمري بالظبط. ممكن واحد تاني يقول لك يا عم انت هتوجع دماغنا ليه يا عم، هم مشتركين في ايه؟ 172 30 172 30 172 30 172 30 يا عم بص السمري بتاعهم 172 دوت 30 دوت 0 دوت 0 سلاش 16، هم اشتركوا في اول ايه؟ سلاش 16، هم اشتركوا في اول خانتين بس كده شكرا. ايه ده يا عم اللي انت عملته ده سمري؟ اه سمري، بس سمري بيسموه ويك سمري، سمري ضعيف، مش بالظبط، مش كما يجب ان يكون زي ما انا كنت عامله كده في المساله دي.
بالظبط بالظبط، فهمت الفرق؟ ها كده سمري وكده سمري، بس انت وايه؟ انت وراحتك يعني، شوف انت اللي اسهل لك ايه واعمله. بس طبعا لازم تبقى عارف السمرايزيشن، لان بيجي فيها اسئله في الامتحان. كده انا بعت سمري يا اولاد. شوفوا صاحبنا ده هوب قام باعت سمري بقى ليه ده كده. انا لو جيت على راوتر اثنين دلوقتي، انا لو جيت على راوتر اثنين وقلت له دلوقتي يا راجل يا طيب شو اي بي راوت وريني، المفروض بقى يشوف سمري بقى. الله عليك. بالظبط، شايف دي؟ بالظبط كده، تمام، شايفها على استواء 21 اهي. بس خليك معايا كده. طب راوتر 3 ايه الاخبار؟ شايف ايه؟ راوتر 3 لو تلاحظ معايا يا محمد، شايف الشبكة دي عن طريق 10.1.2.1. على فكرة راوتر 3 في مشكلة في المسار ده بالنسبة له، لان المفروض هو يشوف الشبكات 172 من هنا من تحت. انا لسه ما لعبتش في البند ويتس على فكره، فالمفروض ان المسار ده زي المسار ده دلوقتي. بالله عليك انا هو اقرب لراوتر 3 من هنا ولا يلف كده عشان يروح؟ تعالى نشوف ايه المشكله. يعني انا خليني اشوف راوتر 3 كده، بقول له شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر، وريني جيرانك اللي شغالين اي اي جي ار بي. فجايب كام؟ الايه؟ 10.1.34.2.2 و10.1.2.1. طب استناني بقى كده يا محمد، خليني اقول له كونف دي واقول له انترفيس ايسر 1 سلاش 0 ونقول له شوت داون. انا قفلت الانترفيس ده يا ولاد، هشوفه هيشوف الشبكه، هيشوف الشبكه دي ولا لا. تعالى كده نشوف. على فكره الترابل شوتنج ده اهم من حل السؤال نفسه. تعالى نقول له شو اي بي راوت. شايف المسار الثاني اهو 172 30، شايفها فايا 34 2. طب زي الفل. بالظبط، هو المفروض اصلا ما يشوفهاش سمرايزيشن، ما انا عشان كده بناقش في النقطه دي. راوتر 2 شو اي بي راوت دلوقتي كده، ايوه ده اللي انا بتكلم فيه. المفروض يا جماعه الراجل ده بعت السمرايزيشن بتاعه ليه ده، فالمفروض ده يشوف السمرايزيشن. ما زال شايف الشبكات الكامله دلوقتي، يعني راوتر 2 دلوقتي يا اولاد ما زال شايف الشبكات 172 30 172، مش شايفهم كلهم؟ طب ليه شايفهم كلهم؟ مش شايفهم عن طريق ايسر 1 سلاش 1، عن طريق 10.1.2.2. لا مش العكس، مش العكس ولا حاجه. وعلى فكره هو شايف السمري، فين السمري؟ المفروض يبقى شايف السمري، يعني هو المفروض يبقى شايف السمري اهو. السمري كان رابع سطر اهو.
بس السؤال ليه يا شباب؟ اه بالظبط، ليه يا شباب شافهم برضه وشاف الشبكات الكامله؟ لان الباك بون لما جه بعت السمري من هنا، لان الباك بون لما جه بعت سمري بعته هنا كده، بس ما زال بيبعت عن طريق سيريال 0 سلاش 2 بيبعت التفاصيل الايه؟ كل الشبكات اللي عنده. فانت المفروض كنت يبعت سمري من هنا ويبعت كمان سمري من هنا. فكان المفروض انك تيجي على الباك بون على سيريال 0 سلاش 2 تقول له انترفيس سيريال 0 سلاش 2 وتقول له اي بي سمري ادرس اي اي جي ار بي 100 وتقول له تكتب ايه؟ الشبكه 172.30.0.0 والوايلد كارد كام؟ ولا الصف في مصر ساعتها راوتر 3 بالظبط كده، ساعتها راوتر 3 ما عادش هيشوف المنظر ده. راوتر 3 دلوقتي لو انت جيت قلت له شو اي بي راوت هيشوف السمرايزيشن بس. تاني كده شوف السمرايزيشن بس زي ما انت شايف كده معايا بتاع الشبكه 172.30.0.21. فاهمين حاجه رجاله؟ ده كده بالنسبه للسمرايزيشن. الحته الاخيره عشان بقى نسيبك بقى النهارده، ما تيجي نظبط الباند ويدث هنا يا اولاد. تعالوا نظبط الباند ويدث، يعني مثلا باك بون ده شايف الشبكه 10.1.2، الشبكه 10.1.2 دي اللي هي هنا دي شايفها بكام طريق؟ الطريق ده والطريق ده، صح يا مغازي؟ طب والطريقين دول المفروض ان لغايه دلوقتي لهم نفس المتريك. يعني انا لو جيت وقفت على الباك بون دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت، شو اي بي راوت الشبكة عشرة واحد اتنين وشايفها عن طريق مين؟ 10.1.24. اشمعنى يعني؟ هو في ايه؟ في نجيب ادجيسنس. استنى كده عشرة واحد اتنين شايفها عن طريق 10.1.24.1. اشمعنى يعني؟ طب استناني كده قول له شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي بالنسبة للشبكة 10.1.2. 10.1.2 بصوا كده يا ولاد، بيقول لك في 1 سكسسفول. مش عارف ايه مشكلته مع المسار الثاني ده. المفروض المسار الثاني هو كمان يبقى شغال. استنوا كده معايا نظبط الايدل بي سي، ممكن الايدل بي سي دي اللي تكون عامله لنا الازمه دي كلها. بس تعال نجرب الباك بون ده ايه نظامه. مش البرنامج طالما شغال مفيش فيه مشكله. شويه جراوت 10.1.2. طيب خليني كده. لو انا قلت له خد بالكوا هنا يا جماعة، احنا عايزين بس نشوف بس الدنيا فيها ايه. هل المترك هنا 10.1.2 متشافة بمترك كام يا رجالة؟ 2 مليون وشوية، 2 مليون و100 وحاجة. لو انا قلت له انترفيس، تعالى نقفل الانترفيس ده سيريال 0 سلاش 1 ونقول له شوت داون، نقول له شوية كبيرة دلوقتي
مش ملاحظين ان هو شايف، مش شايف ال 10 واحد 34، شايفها خالص. ليه بقى 10 واحد 34؟ طب خليه يبني كده على 10 واحد 34 واحد، بنج على 10 واحد 34 شغال. يا ترى مش شايفها ليه؟ تعالى لي كده على راوتر، الراوتر ده كده راوتر 3 شو اي بي انتربيس 10.1.2.2 شو ران سيكشن اي اي جي ار بي سيكشن، معناها وريني من ران، ما ترنيش الران كاملة ده، ولكن وريني المقطع اللي اتذكرت فيه كلمة اي جي ار بي. يمكن نكون روتنا غلط ولا حاجة. صحيح. طيب هات لي البابون تاني. يا ترى مش شايفها ليه؟ رجع تاني. شافت اهي. 10 1 34 متشاف عن طريق سيريال 0 سلاش 2. لو تلاحظوا معايا يا اولاد هي اتشافت اهي. ملاحظين معايا انها بتشافها بنفس المترك يا مغازي؟ 2 مليون 109 4 نفس المترك بالظبط. طب انت يا راجل يا طيب، لما هي بنفس المترك المفروض لما اعمل شويه كبير اوت الشبكه دي تتشاف من نفس المسار، يعني تتشاف بمسارين، يعني المسارين يظهروا في الراوتنج تيبل. يعني دلوقتي لو قلت له نو شوت داون، رجعنا دلوقتي نقول له شو اي بي راوت، المفروض ان الشبكه دي بتشاف بعد. ايوه هو ده المنظر اللي انا كنت عايز اشوفه. على فكره احتمال ممكن يكون علو البروسيسور من تشغيل الرواتب يكون هو اللي مأثر على حاجه زي كده، بس هو ده المنظر اللي انا عايز اشوفه. ان الشبكه 10 1 2 لها كم مسار يا اولاد؟ ادي مسار عن طريق 10 1 34 1 وعن طريق 10 1 34 كام يا مغازي؟ 10 1 24 2 24 1. يعني شايف المسار ده وشايف المسار ده، الاثنين بيأدوا، والدليل ان المسارين لهم نفس المترك اهو، فالاثنين ظاهرين في الراوتنج تيبل. بص المترك ده زي المترك ده بالظبط، المترك ده زي المترك ده بالظبط بالظبط. لا الباند ويدث الديفولت بتاعها بيبقى 128 كيلو. فانا كنت مستغرب ازاي هنا القيمه الديفولت والقيمه الديفولت وانت شايف ده من المسار اللي فوق، المفروض تشوفها من الاثنين. طيب دلوقتي احنا عايزين نخلي المسار ده يشتغل، يبقى المسار ده عايزين نخلي الباند ويدث بتاعه 1 ميجا والمسار ده 2 ميجا. في معلومه هقولها لكم، مش عارف اول مره تسمعوها ولا لا. حد عارف ايه الفرق بين الباند ويدث والكلوك ريت؟ بالظبط. بصوا يا جماعه، لو انا جيت ادي راوتر اهو، الراوتر ده مربوط براوتر تاني، حلو كده؟ لو انا جيت قلت له بص ظبط الكلوك ريت 1 ميجا، دي الكلوك ريت، يبقى سرعه تدفق البيانات الحقيقيه 1 ميجا. طب امال ايه يا باشمهندس لو قلت له باند ويدث 1 ميجا؟ لا دي رقم قيمه وهميه، دي قيمه وهميه في شنك. طب انت بتستخدمها في ايه؟ بستخدمها عشان اضحك على الراوتر واقول له ان المسار ده 1 ميجا فمشي من هنا. فاهمني؟ يعني ممكن تكون السرعه الحقيقيه 11 ميجا والسرعه الوهميه 1 ميجا، عادي جدا. هي السرعه الحقيقيه فعلا 11 ميجا، ولكن ايه ده؟ ايه الباند ويدث ده؟ قيمه باند ويدث مش معناها الباند ويدث الحقيقي يا جماعه. ده الفاكتور اللي موجود في المعادله، فاكرين المعادله اللي خدناها الحصه اللي فاتت يا مغازي؟ المعادله اللي كنا خدناها الحته اللي هو المترك بتاع الاي اي جي ار بي بيساوي 256 في الباند ويدث دبل كي 1 في الباند ويدث دبل داش زائد كي 2 على اللود مش عارف ناقص ايه زائد كي 3 في الديلي زائد كي 4 بالظبط. يعني من الاخر كده القيمه دي قيمه في شنك عشان المعادله بس، عشان يحسب بيها المترك.
واقول لك كمان في قيمه في شنكه ثانيه اسمها ديلي. ايه ده مش تاخير حقيقي، ده تاول انت قيم اونطه انت عمال بتحط فيها. تمام، يعني ايه بشمهندس؟ يعني زي ما بقول لك كده والله بالظبط كده. يعني تعالى كده انت، لو انا عايز اخلي لو انا عايز اخلي الباندويث ده بتاع ده 1 ميجا سهله جدا، حتى لو الكلوك ريت بتاعك ان شاء الله تكون 10 ميجا مفيش مشكله بالنسبه لي. الكلوك ريت هي السرعه الحقيقيه، اما الباندويث دي قيمه في شنك وهميه بنستخدمها عشان نغير في معادله الاي اي جي ار بي. مفهوم الكلام؟ فانا ممكن اجي انا عايز اخلي الباندويث بتاع اللينك ده 1 ميجا، باجي على الباك بون كده يا مغازي اقول له يا عم انترفيس سيريال 0/1 وتقول له اي بي اوس بي اف. اوس بي اف ايه بس؟ بتقول له باندويتس، بقول لك اكتب قيمه الباندويتس بالكيلو بت، هي 1 ميجا يعني كام؟ 1000 كيلو، صح كده؟ 1000 كيلو. واجي هنا على سيريال 0/2 انترفيس سيريال 0/2 وتقول له باندويتس كام يا ابو الشباب؟ 2 ميجا يعني 2000، يعني 2000. تمام كده؟ اه 2000 بالظبط. واجي على راوتر 2 ده بسرعه كده، تعالى على راوتر 2 وقول له كونف دي، وقول له انترفيس سيريال 0/1 وقول له يا عم الحاج وقول له باندويتس 1000، وتعالى على راوتر 3 انترفيس سيريال 0/2 باندويت 2000. دلوقتي يا مغازي المفروض لما اعمل شو اي بي راوت على الراوتر ده الشبكه 10.1.2 تتشاف من فوق ولا من تحت؟ خد بالك كان المسارين طالعين هم افضل مسارين، الاثنين كانوا حلوين. دلوقتي المسار ده متركه او باندويت كبير فيبقى متركه اقل، فيختار الطريق الثاني يمشي فيه. تعالى كده نشوف الباك بون شو اي بي راوت، الشبكة 10.1.2 عن طريق 10.1.24 وحدات الابديت. شوف الابديت جه اهو، الابديت جه اهو تاني، المفروض تبقى عن طريق 10.1.34 عن طريق 10.1.34 خد بالك العلو ده عشرة واحد، المفروض تبقى 10.1.34 انا هخليها تيجي دلوقتي. لو انا قلت له كلير اي بي راوت، كلير اي بي راوت ده بيمسح لك الراوتنج تيبل يا احمد طيب احنا ممكن نحلها دلوقتي عن طريق ان احنا نعمل شت داون الانترفيسز دي ونقومها مع بعض. نقول له كونف تي لو قلنا له هنا شت داون، وقلنا له نو شت داون عشان بس يحسب الطريق التاني. انا برضه اقول لك على حاجه، ممكن انا عشان اريح الدنيا عندي هعمل هنا ستوب للمكنه دي، الدنيا تريح معايا شويه
تبدأ الدنيا تشتغل صح. شو البراوت ملاحظ كده موازي اتشافت عن طريق 10 واحد 34 واحد. ليه بقى موازي؟ لو تلاحظ ان المترك بقى ايه؟ بقى 1 مليون وشوية، كان الاول بيتكلم في 2 مليون وشوية، لان المترك بتاع دي اقل دلوقتي. تمام كده؟ هقول لك كمان، طب المسار التاني اختفى؟ لا المسار التاني ما اختفاش ولا حاجة. موجود في جدول اسمه التوبولوجي تيبل. والتوبولوجي تيبل يا موازي بيبقى فيه يا عم خالد يا شاكر بيبقى فيه أفضل مسار وتاني أفضل مسار. فاكرين لما قلنا إن الـ AIGRP بيعتمد في عمله عن حاجة اسمها الدول الألجوريزم، وإنه بيخزن أفضل مسار وبيخزن تاني أفضل مسار؟ طب بيخزن المسارين دول فين؟ طب أفضل مسار وبيظهر في الراوتنج تيبل، طب تاني أفضل مسار بيظهر فين؟ حاجة اسمها التوبولوجي تيبل. طب وأنت لو عايز تشوفه تعمل إيه؟ هتقول له شو أي بي إي أي جي آر بي توبولوجي. شو أي بي إي أي جي آر بي توبولوجي. 10 1 2، بص كده 10 1 2 يا حموزة. بقول لك في وان سكسسفول. الفيزيبل ديستانس بتاعته قد كذا. أهي. وان سكسسفول. طب بص كده دي مين دي؟ دي الفيزيبل ديستانس بتاعت السكسسفول. ودي الادفرتايز ديستانس بتاعت السكسسفول. شايفه عن طريق 10 1 34 و 10 1 24. شفت المترك بتاع ده عامل قد ايه؟ لان ده المترك بتاع الايه؟ السكسسور. وده المترك بتاع مين؟ الفيزيبل سكسسور. بالظبط كده. طب ليه تم اختيار المسار الثاني يبقى فيزيبل سكسسور؟ لان الادفرتايز ديستانس بتاعته الشرط الادفرتايز ديستانس بتاعته اقل من الفيزيبل ديستانس بتاعت السكسسور. الله عليك الله عليك. طب دلوقتي السؤال بقى يا رجاله دلوقتي واللي انا عايز اعمله، احنا مش كنا قلنا ان جميع الراوتنج بروتوكولز بتعمل لود بالانس على المسارات المتساويه المترك، ولكن رجعنا قلنا ان الاي اي جي ار بي بيعمل لود بالانس على المسارات المتساويه والمختلفه عن طريق بنلعب في حاجه اسمها الفاريانس. طيب تعرف انت تخلي الراجل ده يعمل لود بالانس على المسارين دول بالرغم ان المسار ده له مترك والمسار ده له مترك؟ يعني المسار اللي فوق ده، يعني خد بالك لما نجيب الدنيا هنا، المسار ال 34 اللي هو تحت ابو 2 ميجا المترك بتاعه 1,800,000، اما الثاني ده 3 مليون وشويه. طب ازاي تخليه يعمل لود بالانس على المسارين ويشتغل على المسارين كانهم المترك بتاعه متساوي؟ عن طريق ان انا العب في الفاريانس. طب احنا نظبط الفاريانس بكام؟ اقسم القيمه ده اهي على القيمة ده اهي. يعني احنا لو جبنا كالكيليتور اهي نشوف هتطلع رقم صحيح كام. تعال تعال نشوف يا مغازي. 3 0 9 3 0 9 كام يا مغازي؟ 7 600 7 600 على ماشي هنشوف اهو على 1 8 1 7 600 برضه. الناتج بيساوي كام؟ 1.7. يبقى اللي تقرب لاقرب رقم صح كام؟ 2. والله لو 1.1 برضه هنقول عليها 2، يبقى الفارينس ب 2. يعني انا لو جيت على الراجل المحترم ده اللي هو الباك بون راوتر ده وقلت له كونفتي وقلت له راوتر اي اي جي ار بي 100 وقلت له فاريانس 2، حلو كده المفروض الدنيا تظبط. لو انت دلوقتي قلت له شو اي بي راوت استنى بقى اما يبعت الابديت بتاعته. المفروض طبعا الكلام ده بيتعمل بسرعه بس انا شايف البروسيسور من التصوير عندي عامل ازاي. ف ممكن انا اتغلب على الموضوع ده عن طريق ان انا مثلا
عن طريق مثلا ان انا ممكن اعمل كده، ممكن على الراجل ده كده خالص او مريح ده. تمام، شوف كده الايه الدنيا عندي هتبقى عامله ايه. الدنيا هديت شويه. عشر واحد اتنين المفروض تتشاف من كام؟ بتشاف بمصهرين يا احمد. بس خليني اقول لك على حاجه بسيطه، ممكن ندخل نقفل الانترفيسين الاثنين انترفيس دول ونشغلهم تاني. يعني ندخل على انترفيس سيريال 0/1 شوت نو شوت، انترفيس سيريال 2/0 سيريال 0/2 انترفيس سيريال 0 اثنين شوت شوت. وتعالى نستنى كده ما نشوف الايه الدنيا هيحصل فيها ايه. طيب مفيش أي حاجة كده شغالة يعني مثلا في السوشيال خليني أحاول ألعب في الأي بي سي تاني. مين البروسيسور ده؟ مين مستهلكه؟ مستهلك بالنسبة كروم بيسحب. أدي كروم يا عمو. تعالى كده خليني ادخل على الراوتر ده. بص انا همسح الراوتر طبعا لو البروسيسور عالي. الراوتر دي اي جي ار بي. اقول له بقى راوتر اي جي ار بي 100 نود سمري نتورك. كاني بقول له شوف كل الشبكات اللي حواليك كده ونشوف بقى ايه، ونقول له بس الفاريانس بكام؟ فاريانس 2. ملاحظين معايا رجاله؟ ملاحظ معايا احمد؟ 10 1 2 ها ايه رايك؟ شايف هالطريقين اهي، ادي الطريق اهو وادي طريق تاني اهو، بس بالرغم ان المترك مختلف، يعني تلاحظ هنا 1,800,000 هنا 3,000,000 وشويه، وبالرغم من ذلك ان المسارين ظاهرين في الراوتنج تيبل كافضل مسار، ودي عن طريق حاجه اسمها الفاريانس. ونقدر نقول كده ان الاي اي جي ار بي بيقدر يعمل لود بالانس على المسارات المتساويه والمختلفه اللي هي المترك.
لغايه كده فاهمين يا رجاله؟ انا مش هكتر عليك النهارده. حد عنده اسئله في اللي احنا قلناه؟ ما هو عشان كده، ما هو عشان كده اللاب ده واجب، وانا هشوفه بكره. ماشي يا رجاله؟ يعني يا مغازي، انا عايزك مغازي الله يبارك له بعت لي العمال الواجب وبعته على الميل. فانا بكره ان شاء الله هتعمل الواجب وتخليه على الجهاز بتاعك، وانا هبعت لك البريزنتر زي ما انت شايفني كده، كلنا هنشوفك. هبعت لك ال زي بالظبط كده، هديك الميكروفون انت تتكلم وتورينا عملت ايه. نشوفكم بقى ان شاء الله على خير الحصه الجايه باذن الله. ايوه اتفضل. طب وقف التسجيل برضو يا جماعه معلش.